طيب خلينا ننتقل لملف بقى آخر، وزي ما اتكلمنا امبارح وبقالنا فترة طويلة بنتكلم عن جراج النادي الأهلي الخاص بفرع مدينة نصر، وزي ما كنا امبارح متابعين مع حضراتكم يعني، وكان الموضوع منقول لايف من قناة الأهلي علشان الصورة تبقى حية وتشوفوا كل حاجة بتتم على الأرض، وهذا الافتتاح الكبير جدا اللي كان يعني هقول اسعد ناس كتير، لان هو كان في حاجه لده، كان في طلب جماهيري زي ما بيتقال ده، والحمد لله ان هو تم خلاص وتم على احسن كمان وجهه او صوره. المهم جدا ان انت كمان لما تنفذ تنفذ بشكل احترافي. خلينا نتابع هذا التقرير لان كان في امبارح برده كواليس حاضره، فنروح نشوف هذا التقرير مع حضراتكم الافتتاح ونرجع نكمل. الحقيقة احنا موجودين النهاردة علشان شيء جديد بيتعمل، وشيء جديد مش مجرد جراج، لا ده يعني توسعة وابتكار وكمان يعني حفاظ على الشكل العام لتطوير المنطقة اللي دي دايما فخامة الرئيس في جولات على تطوير كل الأماكن في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى. إن شاء الله يكون حاجة ميسرة لأعضاء النادي، ويكون إضافة زي كل الإضافات اللي موجودة، ودائم التوفيق لمصر وكل المؤسسات الرياضية المصرية. شكرا والسلام عليكم. الحقيقة يمكن النهاردة يوم من الأيام اللي احنا بنسعد بيها جدا وبنفخر بيها جدا. النادي الأهلي النهاردة يمكن السلوجان اللي احنا أو اللوجو اللي احنا ماشيين عليه بقالنا 4 سنين دلوقتي، تاريخ مبادئ تطوير. النهاردة لحظة من اللحظات اللي فيها التاريخ الإنشائي للنادي الأهلي أو التطور الإنشائي للنادي الأهلي. خليني أبدأ في البداية إن احنا نهني جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بهذا الإنجاز الكبير، اللي يمكن أنا هاخد من كلام الكابتن محمود في كلمته اللي أكد على أن مرور فخامة السيد الرئيس من هذا المكان العظيم اللي هو النادي الأهلي، ووجه بأن هذا المكان يمكن استغلاله لصالح أعضاء النادي الأهلي. وفي الحقيقة هنا بدأ الحلم يتحقق اللي كان طال انتظاره لمدة 20 عام، حاول فيه كل المجالس السابقة أن تنجز هذا المشروع الضخم. من أسعد لحظات المشاريع تحتها مشروع جراج، لأن أنا من 92 ما افتتح النادي انا بستلم الارض مع النادي بدايتها، كان حلم الجراج ده شغالين فيه من 92، ما اتحققش غير الدوره دي، كان ليا الحظ والشرف ان انا احضر الافتتاح دوت. احنا تعبنا كتير جدا في المشروع دوت، المشروع ده رغم يبان ان هو سهل ومجرد جراج، لا الموضوع كان صعب جدا، لان الصور اللي اتعرضت قدامكم الارض كان فيها مرتفعات جامده جدا، كانت الموضوع كان صعب قوي. الاصعب منه اللي كابتن محمود اتكلم عليه الموافقات، الموافقات كانت صعبه جدا جدا جدا. مشكلة الناس هنا من يوم ما تم الافتتاح لغاية النهاردة 28 سنة نفسهم في الجراج ده. النهاردة قطر إنجازات النادي الأهلي مستمر وبيسير بسرعة وبيعمل إنجازاته واحد ورا التاني، ما بنقفش عند إخفاقات. يعني احنا النهاردة زي ما بقول كده دايما، احنا خسرنا الدوري من كام يوم، كان قبلها في إنجازات قد كده وما بنحتفلش بيها الحمد لله، بسم الله ما شاء الله من كترتها وربنا يبارك، ولما حصل لنا إخفاق ما بنقفش نبكي عليه، بنكمل إنجازات. 4 صفقات أي نادي يتمنى واحدة منها. النهاردة افتتاح جراج النادي الأهلي عنده قطر إنجازات فعلا، ماشي على طول بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الحقيقة الباركينج هنا اتعمل بمعايير أحدث المعايير في الجراجات اللي احنا بنشوفها في المولات الكبيرة وفي المشروعات الكبرى، فعلا متاخد اعتبار لكل الكبار السن، الشباب الصغيرين، في رامبات موجودة علشان الناس تقدر تركن في مكان آمن وقريب من وصولهم لداخل النادي، ويقدر يوصل بعد ما يركن عربيته ويقدر يوصل ويدخل للنادي ويمارس أي نشاط بيمارسه في النادي، أو يقعد يبسط ويقضي يومه بلا أي معاناة. الفترة اللي فاتت الحقيقة كان في مشاريع كتيرة حوالين مقر النادي الأهلي هنا، خلت موضوع الجراج ده بقى حيوي وضروري، لأن الباركينج بره في الشوارع المحيطة كلها ما بقاش متاح. تواجد جراج هنا في أهلي مدينة نصر، ودي كانت للأمانة من أحلام برضو مجالس إدارة سابقة كتير،
ان ربنا وفقنا بقيادي كابتن محمود الخطيب في الفتره دي ان احنا نقدر ننجز حاجه زي كده. انا كاهلاوي سعيد وفخور وفرحان جدا بعيدا عن كون داود منجزالك واحد اهلاوي. الحمد لله منظر بديع جدا، تتفرج على المنظر حاجه مبدعه، نادي في وسط الكتله السكنيه دي الحمد لله، ومع ذلك تقدر تعمل جراج وتريح الاعضاء اللي هم جزء اصيل اللي هو اعضاء النادي الاهلي، زي ما كابتن محمود كان بيقول اعضاء النادي الاهلي اللي هو جمهوره. يعني في النهايه كل ده بينصب لمصلحه النادي الاهلي ولخدمه اي حد بينتمي لاسره النادي الاهلي. مبروك علينا كلنا، حدث جميل، حدث محترم، إنجاز أنا بعتبره من الإنجازات التاريخية لكابتن مجالس إدارات النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب زي ما حضرتك شايفة برجال الدولة المصرية متواجدين بمجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، الإدارة التنفيذية بالكامل واقفة، الإدارة الهندسية، يمكن الحمد لله بنعيش يوم جميل من أيام النادي الأهلي. هو مش إنجاز، هو حلم، هو حلم من 20 سنة وإحنا بنحلم بهذا الحدث، لأن دي مشكلة إحنا خلاص الحمد لله أنهيناها النهاردة، مشكلة سيولة مرورية للمنطقة قبل ما تكون باركينج للأعضاء. الأعضاء طول عمرهم إحنا وعدينهم بهذا الإنجاز، ولكن طبعا الحدث الأكبر ده جه بمرور السيد الرئيس من قدام النادي و لفت النظر ان ازاي هنا ما فيش باركينج، فقالوا ده النادي الاهلي فعلا مقدم، وجه باتخاذ اللازم بسرعه التنفيذ. طبعا الموضوع متشعب وتفاصيله كتير جدا، نيجي من اول الشركه اللي رسي عليها الشغل انها تحملت مسؤوليه التصاريح، تواصلنا بعدها مع وزاره الشباب والرياضه، تواصلنا مع وزاره الداخليه، المرور، الحي، وزاره التنميه المحليه، كل ما حدش ادخر اي مجهود. فطبعا لما كله كان عنده النية للتجديد وللتطوير وما كانش ده هيشوف النور. التطوير اللي حصل بره النادي في مدينة نصر كان لازم نكمل التطوير ده جوه النادي، لأن النادي الأهلي هو جزء من المنظومة ومن الكيان، فطبعا اسم كبير مع النادي الأهلي لما يتضافر مع بقية المجهودات دي ما كانش في أي حد يعني وفر أي مجهود إن احنا نعمل نشوف ده. فالحمد لله ده نتيجته اللي احنا شايفينه دلوقتي، ما بقاش فيه زحمة خالص، ما بقاش فيه أي صعوبة في الباركينج، إن شاء الله مش هيبقى موجود. We'll be right back.